الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا. Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. La parole du Seigneur. Bismillah, al-Ibn, al-Qudus, Amin. إخوتي الأحبة بهالأحد الخامس عشر من زمن العنصرة الكنيسة بتقدم لنا هالنص الرائع من توبة هالمرأة الخاطئة وهالتوبة هيدي إخوتي عيشتها هالمرأة الخاطئة بليتورجية رائعة سميتها ليتورجية الحب لليتورجية لأبو إديش رائع إخوتي هالليتورجية اللي عشتها هالمرأة الخاطئة التائبة مع يسوع. هالليتورجيا إخوتي ما حدا فهمها بوقتها إلا يسوع، فهمها بعيونه الرائعة اللي بتخرق القلوب، عيون الحب إخوتي الطاهرة، عيون الحب يلي هي إلهية وحدة بتعرف شو في بقلب الإنسان. وعيون الرب يسوع كانت عم تنظر لهالسمعين اللي عزموا على العشاء ولهالمرأة الخاطئة اللي اجت وعرفت انه يسوع موجود واجت لعنده. ثلاث مراحل عشتها هالمرأة مع يسوع، ثلاث مراحل مهمين بهالليتورجية الحب والتوبة. أول مرحلة إخوتي شايفة يسوع كثير منيح بقول له لمرت سمع لسمعان اللي عزموا على العشاء الفريسي، انا دخلت الى بيتك فما سكبت على قدمي ماء، اما هي فقد بلت قدمي بالدموع ونشفتها بشعرها. قديش مهم نتامل ونشاهد هالمراه المنحيه منحنيه على اقدام الرب باكيه بدموع التوبة عم بتغسل إجريه وشعر جميلها اللي كانت تستعمله للخطية صار شعر جميل مكرس للرب. قديش مهم هالحركة اللي ترجيه هالسجود أمام أقدام الرب والتوبة الصادقة والدموع التوبة وأيضا هالجمال اللي ربنا عطانا اياه من جمال خارجي لجمال النعم اللي عطانا اياها بقلوبنا كلها نخضعها بالسجود لجمال حبه. قديش هالتوبة رائعة شافها يسوع 100% وقال له لا هالسمعين الفريسي انت مي ما غسلت لي اجري. عادة يلي بيكون اليهود اللي بيعزم أصدقائه على العشاء بيغسلن إجريهن علامة استقبال وتوبة وحب وحب لإلهم. حتى هيدا الشيء سمعان فريسي ما عنده. قديش لازم نطلب دموع التوبة عن خطايانا. ما بعرف إذا أنتو شي مرة اختبرتوا توبة بالدموع على أقدام الرب، زرفتوا شي مرة دموع توبة جراء الخطايا اللي اكتشفتوها أمام الله؟ هيدا السؤال. والمرحلة الثانية المهمة بهالبترجية الحب اللي عشتها هالمرأة هي وقت قال يسوع أنت ما دهنت رأسي بزيت أما هي فدهنت بالطيب قدمي. قديش مهم هالقارورة الطيب البحفان اللي كانت تستعمله وتجذب الناس لإلها وتعيش معهم الخطية، هالقارورة الطيب قدمتها ليسوع تهيدا يسوع هو يصير بحد ذاته الإله العظيم يصير هو طيب الله ويجذب الناس كلها لإله مش للخطية إنما للنعمة وللناس. قديش هالرمزية رائعة رائعة جدا إخوتي. هالطيب يلي عطيته إياه للرب
رمز انه انت يا رب، انت الاله الحقيقي يلي لازم تجذب كل الناس لإلك، مش انا، مش انا الله، مش اله الشهوات واله المال، هو الله، انت الله. وهو بدال اكيد هالطيب يلي سكبته عجلي، اكيد غسلها بزيت المعموديه، زيت الميرون، الطيب الالهي اللي نحن كلنا بناخده وقت اللي بنسبك نتسبك بسر التسبيح اللي بنسميه سر مسحه الميرون المقدس. كلنا اخذنا الطيب الالهي فينا، بس ما بعرف قديش الناس عم بتشم فينا طيبة الله، رائحة الله، ميرون الله. اسألوا زيتكم هالسؤال، شو عم بتشم فينا؟ أي ريحة الناس؟ ريحة الشر والخطية، ريحة باكو غابان وما بعرف شو البقبانات اللي بنشتريهم بالسوق، ولا عم بتشم فينا ريحة الميرون؟ ريحة الله والناس عم تنجذب لله بس تشم ريحتنا، ولا عم تنجذب للشر والخطية؟ ثالث مرحلة مهمة بهالليتورجيا الرابعة، بيقول يسوع باردون، أنا أفايت حطيت الثالثة قبل الثانية، باردون، هي الثانية. أما أنت لم تقبلني، بقول له أما هي فقلت دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. هي ثاني مرحلة أنا خلطتها بكل بسيطة، صاير عم بفرق إخوتي. هالمرحلة هيدي مرحلة التقبيل، القبلة، قبلة الحب، يلي كانت هيدي المرأة تستعملها لإخوان الناس، صارت قبلة حب إلهية عم تعطيها للرب على أقدام الرب. قديش رائعة وقتها بقبل الإنجيل، وقتها منقبل المسبح، وقتها منقبل صورة القديس أو أيقونة القديس أو خير القديس. هالقبلة هيدي هي علامة حب واتحاد كامل بيني وبين الله. وإذا بقبل زوجتي وزوجتي بتقبلني، هي علامة حب رائعة، علامة اتحاد كلي بسر الزواج. قديش هالقبلة لازم تكون بحياتنا غالية، ما أعطيها كيف ما كان ولا مين ما كان. مش هيك هي تجارة، قبلة الحب اللي ربنا أعطيني إياها هي قبلة اتحاد كامل، بدها توحدني بزوجتي وزوجتي بتتوحد فيي. قديش هالقيمة رائعة لهالقبلة هيدي، منا قبلة جنسية فقط وقبلة أرضية، هيك اللي هيك اللي تعلمناها من هالمرأة الخاطئة بقبلة حب. قالت له للرب أنا تركت هالحب الأرضي وتركت الشهوات الأرضية وأصبح حب الوحيد هو أنت، أنا اتحادي فيك هو خلاصي، وهالاتحاد وعلامة إيماني فيك إنه أنت مخلص حياتي. قديش رائع هالحب اللي عشته هالمرأة على أقدام المسيح، حب توبي دائم، حب فرح دائم مع الرب. قديش نحن نسأل ذاتنا اليوم، قبولاتنا أي قيمة عم تاخد بهالحياة؟ أنا بس بوس حدا هلأ قيمة كورونا فيروس وكوفيد 19 عم تقلل بوسات كتير، بس أنا بوصلي أنا لمين عم بوسها بهالدنيا؟ مين عم بعتم لإله إنه أنا متحد فيك بالحب؟ هل هي بوسة يهوذا إسخريوط الخاينة؟ أم هي بوسة إلهية عم بعطيها لشريكة حياتي؟ عم بعطيها للأشخاص اللي بحبهم لأم لبيي؟ عم بعطيها من كل قلبي؟ عم عيشها بحب عظيم؟ هالبوسة اللي عم عيشها أنا وقت أتناول الأربان، هي قبلة الحب. يسوع عم بقبل شفتي بجسد ودمه، قديش رائعة. كيف عم بتناول القربان؟ كيف عم قبل الرب وقت عم حط هالقربانة بتمي؟ هيدا سؤال سألكم أسئلة كتيرة والجواب
هو بقلبكم، ورح نصلي من كل قلبنا بشفاعة من مخيل اليوم. شفيع هو من مخيل، يعني من مثل الله، من هو أقوى من الله. هيك بقول له لسيفيروس وقتها صار بده يتكبر هالملاك. لسيفيروس يعني حامل النور، لسيفير الشيطان صار بده يتكبر على الله بالملكوت السماء، وقال له من مثل الله، من هو بقوة الله وطرده من السماء. ومن وقتها بعده بحال هالإنسان على الأرض. نحن بشفاعة من مخيل اليوم نطلب منه أولا نعمة التوبة، توبة حقيقية، دموع توبة، قبولات توبة لله. وأيضا من كل قلبنا نطلب من الرب إنه يعطينا ندهن وبطيب حياتنا، بطيب حياتنا ندهن ولده لهو يدهننا بطيب حياته الإلهي. نطلب منه هالنعمة نعيشها بملئنا، نبكي خطايانا، ربنا يملنا بالآخر مثل ما قال للمرأة إيمانك إيمانك خلصك، اذهب اذهب بسلام.